شايف ازاي مطاردته يعني للصحفيين، لوسائل التواصل الاجتماعي، لوسائل الاعلام؟ شايف ازاي يعني هذه الخطوات اللي بيتخذها؟ هل هو يعني لهذه الدرجة فقد السيطرة، فقد عقله، فقد مقدرته على الحكم على الامور، ولا شايفها ازاي؟ هو كان بيحكم بقدر كبير من التحريض ولم يكن يكشف وجهه المباشر الداعم، مش داعم بقى، الذي هو جزء من فكر جماعة الإخوان المسلمين. وزي ما قلت لحضرتك، لما جت 30 يونيو اضطر يكشف بوضوح وجهه الداعم للإخوان المسلمين، فاستفاق شعبه مثلما استفاقت شعوب المنطقة العربية على حقيقة هذا الشخص. وعندما استفاق الشعب التركي، واللي هو كبير يعني قطاع كبير جدا منه قطاع مدني ويحمل فكرا قوميا تركيا حقيقيا رافض لحكم الإسلام السياسي تماما، الشعب ده استفاق، فبدأ أردوغان يتخبط، كشف نفسه فتخبط. فهم دلوقتي بيحاولوا يصدروا وجوه تانية، واسمع ناس بقى بتتكلم عن اصل ده دول بيمثلوا نموذج الإسلام المعتدل. إسلام معتدل ايه؟ هو احنا هنرجع تاني للعبة ابو الفتوح وابو العلا ماضي وان هما مش اخوان؟ يعني هنبتلع الطعم مرة اخرى؟ هو الاتراك مش هيبتلعوه، هم عارفين ان هما كلهم واحد على فكرة، فلا يجب ان نبتلعه نحن. فكشف وجهه، ابتدى بقى هو كشف وجهه يعمل ايه؟ هو كان نفذ بالفعل خطوات مهمة في طريق تمكينه هو ومشروعه من الحكم. عمل ايه مثلا؟ المحكمة الدستورية اللي كانت كل شوية بتناقش دعوة لإغلاق حزب العدالة والتنمية على أساس أنه حزب ديني، غير قضاتها وجاء بقضاة موالين له يحكمون في قضايا فرعية أحكاما تبدو مناهضة لأردوغان، لكن في المسائل الرئيسية لم يتحركوا لإغلاق هذا الحزب بالدستور. والمحكمة الدستورية التركية كانت الحاجز الأول وفق الدستور التركي الأصيل الذي يعني وضعه أتاتورك ومن أعقبوه، هي الحاجز الأول أمام تمكين تيار ديني من الحكم في تركيا. ثم تحرك في دائرة الإعلام والصحافة، لأن دي الدائرة اللي بتحرك الرأي العام والشعب، حاول يكتفها بأي شكل، اعتقالات، تعذيب، يعني تعذيب لدرجة أن أصحاب الفكر في تركيا من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين، أكاديميين أساس الجامعة في تركيا، بينكل بيهم بشكل شديد الإهانة. يعني قضايا فتحت ضدهم ووضعوا في المعتقلات مش بالمئات بقى، بالآلاف، بالآلاف. في بعضهم قدر يهرب لدول تانية وبيحاول ان هو يعبر عن رأيه، بس الواقع ان التنظيم السري الموالي للمخابرات التركية اللي هم بيسموا انفسهم الذئاب الرمادية، دول تنظيم يعني متطرف تحالف معه أردوغان، بيلاحقوهم بأعمال تصفية جسدية واغتيالات في الخارج في دول عديدة، سواء في أوروبا أو حتى في الدول العربية ودول في جنوب شرق آسيا. فهو مش عايز يسيب الحكم في تركيا إلا بالدم. ونحن نتمنى، الشعب التركي شعب صديق، نتمنى ألا يصل لمرحلة الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية زي ما أردوغان عمل في سوريا، وشايفين اللي بيعمله في ليبيا. احنا مش عايزين الشعب التركي يصل لهذه المرحلة، اللي هو شعب صديق، ونتمنى يعني أن ينقذ الأتراك أنفسهم بأنفسهم.